سمير وسامر عاقل، شابين سوريين توأم عملوا قصة نجاح بأمريكا وإجوا خصيصاً من لوس أنجلوس ليخبرونا القصة كلها. نسمع. سامر وسمير عاقل، أهلا وسهلا فيكم بشو القصة، نورتوني. هلأ مين سامر ومين سمير؟ نرجع. أنا سامر. سامر وأنا سمير. كثير تشبهوا بعض، يعني توأم مطابق. ونحن أصلاً أجينا هيك مشان لخبطكم. مين أكبر؟ أنا بشي 5 دقائق 10 دقائق. كتار. حبيت أقعد لحالي 10 دقائق شوي. خلونا بس نقول للمشاهدين شو القصة، أنه سامر وسمير عاقل من حمص، من سوريا، إجوا خصيصاً من لوس أنجلوس من الولايات المتحدة الأمريكية ليشاركوا بهيدي الحلقة من شو القصة، وحابين الليلة نسمع قصتهم لأنه قصتهم بتستحق، بتشبه كتير شباب وصبايا ويعني شخصيات سورية تركت سوريا وعملت قصص نجاح بينشاف الحال فيها برا. فكرمال هيك أنتم موجودين معنا الليلة. شكرا. ما نرجع للبداية، كونكم توأم، شو بتشبهوا بعض بالطباع؟ بالشكل هلا المشاهد هو بقرر، بس بالطباع. هلا بالطباع نحن تقريبا فيك تقول 70% اكثر. نعم. 80% متشابهين، بس في اختلاف شوي بالشخصيات، يعني بالشخصيات في واحد ألين من الثاني. مين الألين؟ فيك تقول انا ألين شوي منه. انت يعني أقسى؟ أقسى كيف؟ يعني هو مستعد يساير هاي اللحظة، يعني مثلا إذا فتنا على أوضة فيها 50 واحد، أنا فيني أتعرف على 50 واحد وبيتعرف على 20 واحد. يعني أنا إذا حبيتك بحبك وبسايرك، إذا ما حبيتك ما حسايرك، يعني هو مستعد يساير حتى لو ما حب الشخص، أنا إذا ما حبيت الشخص ما حسايره. ألطف. ألطف. أوكي. دبلوماسي أكثر. دبلوماسي. هل صحيح نسمع، ما بعرف يعني أنتم بخبروني، إنه التوأم بحسوا ببعض، يعني في تخاطر بيكون غريب بيناتهم؟ كثير. صح. صاير معكم قصص كنتوا بعاد عن بعض وحسيتوا بذات الشيء؟ ذات الإحساس؟ لما صارت مرة معي لما كنا 18 سنة عمرنا، صار معي حادث سيارة. نعم. وأول واحد رفع التليفون لدق له، هو خيي برفع التليفون دقيت له، سشين دقيت له قال لي شوفي شو صاير معك. حسيت إنه في شيء ما صح. نحن كأشخاص بشكل عام نقول إنه أنا خلقت متميز، أنا متفرد بالحياة، وهذا الشيء بيسعد الإنسان. ما بيزعجكم انكم هالقد بتشبهوا بعض؟ بصراحه لا، انه عندك نسخه عنك وسمير عندك نسخة عنك. انا بالنسبه لي بحس لانه هي مثل بنكمل بعض، بنكمل بعض، يعني شو انا ناقصني هو بيكملني، هو شو ناقصه انا بكمله، يعني يعرف دائما في واحد احسن من شيء بشغلات، يعني بالحياه، بالشغل، بحال الشيء بنعمله بحياتنا في واحد احسن من الشخص الثاني. مين الخير ومين الشرير؟ مين الاسود مين الابيض؟ اثنيناتنا خيرين. شاركته بالولايات المتحدة الأمريكية ببرنامج مشهور توين لاف، هو ديتينج، هو مواعدة للتوينز، لا كمان اثنين يعني توأم. مين فاز بالبرنامج؟ أنا فزت. ليه؟ هي قصة البرنامج عبارة عن بيتين عايشين فيه توائم، أنا كنت عايش ببيت مع توائم وسامر كان عايش ببيت تاني مع أخواتهم وأخواتهم للتوائم. بنفس الوقت بدهم يشوفوا كيف التوائم بيفكروا، إذا بيفكروا مثل بعض وبعيشوا منفصلين عن بعض. نعم. إذا بيعملوا نفس الشيء، بيحبوا نفس الشيء، بيطبخوا نفس الشيء، بيحبوا نفس البنت ولا لا، عندهم نفس الذوق. وآخر شيء كيف ربحت البرنامج، أنا والبنت اللي كنا مع بعض بالشو أخذنا أكثر تصويت. ليه؟ كأحسن كابل بالبيتين. أي. إنه آمنوا هني أكثر شيء كان. أنتوا حبيتوا بعض؟ يعني كيف بدي أقول لك؟ دائما بقول للعالم هيك، تخيلي حالك محبوسه بقلب بيت لمده شهر وفي قدامك بس 5 اشخاص، اجباري انك انت لح يصير مشاعر واحاسيس لواحد من هالاشخاص. ما كان تمثيل يعني؟ ما كان تمثيل، لا ابدا ما في تمثيل، بقى اجباري انت بدك تحسي في احاسيس مشاعر لشخص من هالخمسه وحتنعجبي لإله اكثر شيء، بغض النظر هو يحب ولا ما حب، هو اعجاب بالنهايه. بقيتوا مع بعض بعدين؟ ضلينا بعد البرنامج مع بعض شي شهرين فقط، لانه انا عايش بمحل وهي عايشه بمحل بعاد عن بعض شي ساعتين ونص بالطياره. طب على سيره التوينز، بتحبوا نفس القصص؟ بتكرهوا نفس القصص؟ اكيد 99%. نفس الذوق؟ يعني اوقات فيك تشوفي بتقاتل على اللبس اوقات، لانه بنروح تسويق مع بعض، بجي انا بدي اجيب كنزه بصير هو بدي يجيب مثلها، بصير بنقنع بعض، انا بجيب وحده انت تجيب وحده
بنصير بنبدل. دائما بتلبسوا نفس الشيء؟ لا، هلا لما كنا صغار كانت الماما تلبسكم. تلبسنا دائما بس غير الوان عشان يميزوا مين سامر ومين سمير. شي مره حبيتوا ذات البنت لما كنا صغار؟ كنا كمان عكبر عكبر لا خلص صرنا نتفل انه خلص. خبروني عن هالقصة. كنا دائما لانه يعني حتى ذوقنا انا ويا نفس الشيء، فلما كنا نطلع مثلا تعجبنا شي بنت قول يا الله عجبتني مثلا البنت هاي، بيجوا بيقول لي وانا كمان عجبتني وانا حكيتها. اي تتخانقوا عليها؟ ماك من نترك القرار للبنت. للبنت خلي هي تقرر. ومين كانت تختار البنت؟ حسب ما بعرف، اوقات تختاروا اوقات تختار حسب الشخصية. ما بتغاروا من بعض؟ لا ما بتتخانقوا مع بعض؟ حاله اخوي اثنين بيتخانقوا. بس بتخانق بطرق يعني كيف؟ على قرار بدنا ناخده مع بعض. بالشغل بنتخانق، بس انه كرمال قصص بايخة ما بنتخانق. سامر وسمير انتم من مشتى حلو من حمص، سافرتوا على الولايات المتحدة الأمريكية مع الحرب السورية صحيح؟ 2012 كان عندنا بسوريا، عندنا كان مطعمين، واحد مشتى الحلو واحد بحمص. نعم. وعندنا نايت كلوب بمشتى الحلو كمان. اوكي بس انتم صغار قد ايه كان عمركم لما كان عندكم هيدا الشغل؟ 17 سنه. كان احنا كنا اصغر من هيك لما كان عندنا هذا الشغل. بس ورثتوا عن بيكم ولا انتم يعني؟ بي اللي هو اللي بلشته، هو اسس كل شيء. نعم. ونحن لما كان عمره 18 19 سنه صرنا نساعده للبابا. كان ماشي شغلكم بسوريا؟ يا نشكر الله. ولحديت اليوم في منهم لهلا فاتحين بمشتى الحلو. نعم. اللي هو مطعم اسمه عالبال ومطعم تدمر بحمص. يعني بسبب الحرب انتم تركتوا البلد؟ تركتوا بالضبط. سوريا تركتوا بسبب انه ما بقى قادرين صارت صعبه العيش شوي، وفي بيوتنا تدمرت بحمص. اضطرينا ننتقل على مدينه على حاره ثاني، وبعدين اضطرينا نعيش بمشتى الحلو. وبنفس الوقت كانت الحرب كرمالها عم بتزيد وتزيد، بقى اضطرينا انه انا وخيي نطلع اول شيء امريكا. كان معنا فيزا امريكا. نعم. بيان فيها شهر قبل ما تخلص. يعني حظنا طلع حلو، لو قاعدين شهر زيادة كانت خلصت الفيزا وضلينا بسوريا. طلعنا أنا وياه، بعدين أهلي صار يجوا واحد ورا واحد. ليه أمريكا؟ لأنه كان في فيزا؟ لأنه كان في فيزا بصراحة، معنو إذا أنه الماما عندها قرايبين هنيك كمان. بس إذا نحن متخير إذا بعد ما شفنا طبعاً. بصراحة ما بقتوا حال أطلع عيش بأمريكا. بالضبط. لو هلا رجع فيك الزمن، انه اذا رجع في الزمن اي قبل وقروري مثلا بجوز بين الامارات وامريكا، قرر اطلع الامارات. يعني وطن عربي. تندموا انكم طلعتوا؟ لا لا ابدا ما بندم، هو خيار صح 100% اللي عملناه، لانه كان احسن الموجود. بس بضل عنا الروح العربيه. الروح العربيه لسه جواتنا عايشينها. يعني عايش بامريكا انا، بس عالي لسه بالبلاد العربيه. رفقاتك اللي ربيتي معهم، اللي خلقتي معهم، كلها العادات التقاليد. بالضبط. انتم يعني كنتوا عم تحكوا من شوي عن برنامج توين لاف، مواعده، يعني هيدا ما بيشبه كثير مجتمعاتنا العربيه. لا معك، ولا بيشبه المجتمع السوري بنفس بالضبط. بس بنفس الوقت نحن على البرنامج يعني كنا كثير كمان متأيدين بعاداتنا بالعقلية العربية. العربية ما بست بالبرنامج يعني. لا يعني ما ولا شيء عملنا شيء على الشو، يعني اللي بيطلع هلا بالتمثيليات العربية. أنا شفت بوسة هلا هاي شو بنسميها؟ بوسي بريئة. بريئة. هلا صار بدأ هلا هاي بوسي حللتولنا يعني يا دوب ثانيتين. أوكي. كيف عشتوا أول فترة بأمريكا؟ هلا أول ما طلعنا أمريكا كانت صعبة بصراحة. نحن كنا طالعين بحساب سياحة، بحساب ان شاء الله بتهدى الاوضاع بسوريا، كنا لاجئين على سوريا. بس الاوضاع ما هديت بسوريا، فاضطرينا انه نتم بامريكا. وبلشنا نشتغل كموفرز، ننقل فرش. تعرفنا على مره بريطانيه، يعني تقريبا على التالين اشتغلنا. ايوه على التالين. تعرفنا على مره بريطانيه، فهي اول مره ما اعطتنا وظيفه، واعطتنا كل واحد شي 40 75 65 دولار كاش. سو نقلنا على فرج بيتها، وبعدين صار تعرفنا على العالم، وعالم دق لنا ننقل لهم فرج بيوتهم. انا هون بالوقت رفعت التليفون، دقيت لاهلي على سوريا. نعم. انا وقتها كان بي عم بيبعث لنا مصاري ويساعدنا بامريكا، بس بنفس الوقت كنا انا وياه بنحكي الصراحه، يعني كنا طايشين. ايش كان عمره 19 سنه 20 سنه. نعم. كنتوا تصرفوا؟ نصرف يعني بعث لنا مصاري نصرفهم، بعث لنا مصاري نصرفهم. بعدين صرنا نحس انه اللي عم نعمله ما هو صح. والامور صارت تسوق بسوريا، والدخل معدوم مثل قبل، وتبعتي مصاري من سوريا لامريكا معدوم، صعبه صارت. بقى قررنا انا وياه انه نشتغل لاقي شغل، لقينا هاي الشغله اللي على التالين، انبسطنا انا وياه فيها انه عم نعمل مصاري لحالنا. الناس عندهم مطاعم وعندهم كل هيدا الشيء بسوريا الى على التالي. وهو البابا كان رافض الفكره نحن نشتغل بامريكا بالبدايه، كان رافضها يعني ممنوع. انه هو ببالنا نحن بنطلع امريكا بنعمل شغل.
انه نعم. فورا بنعمل شغل بس تفتحوا بزنس بس احنا يعني. عملنا حتى هاي الشغله من ورا ظهرهم هني ما عارفين انه نعمل شغل حتى يعني تقدري قيمه المصاري يعني كنا صغار وما كنا نقدر هالشيء يعني ما بتقدري هالشغلات غير لما انت تصيري تشتغلي بايدك وتعملي المصاري والشغل ما نوعب شو من كان الشغل ما نوعب وفايتين على بلد جديد لسه ما بنعرف فيه يعني لا معنا اوراق لا معنا بسموه سوشيال سيكيورتي نمبر ولا كريدت كارد ولا شيء بقى ما حيلا حدا بيقدر يشغلك بقى مين بيشغلك لما في كاش بيقبضوكي على الجنب هذا اسهل شغل نعم بقى هذا اللي لقيناه اول هاي البدايه اللي اشتغلناها بعدين عملنا شغل بليكر ستور محل بيع الكحول لا هي هنيك بسموه ليكر ستور مثل ماركت نعم فيها كل شيء فانا اشتغلت بمحل وسمير اشتغل بمحل كمان شغلنا ست زمان بعدين لما صار اول ما صار معنا وراء انا تركت الشغل وصرت اشتغل بالبنك لانه انا متخرج من سوريا من جامعه خاصه فبدي الشغل شيء بشهادتي سو نعم. كان حلمي انه خليني اشتغل بالبنك خليني اشوف الوظيفه فاشتغلت وظيفه كيف كانت الوظيفه حلو يعمل بوسطام كل النهار اختلف يعني كذا صار في مسؤوليه اكثر تلبسي طقم وتظبطي حالك كل النهار وتروحي على الشغل نظيفه ومبسوطه وبترجعي بعدين البابا بنفس الوقت اشتغلت بيو بي اس ستور محل ما بيبعتوا الميل نعم وبيعملوا شيبينج للبوكسات بيعملوا شيبينج للرسائل نعم. بالضبط كمان اشتغلت شي 6 شهور كان حلو الشغل بس ما هذا اللي كان بدي اياه بس هذا الشغل الوحيد اللي قدرت اخذه ما معي سي في ولا معي شيء ابدا انا نعم وببدايه نحن اخذنا وبنفس الوقت كنت اشتغل شيء اسمه ال اي كاستنج هو عباره عن بياخذوك ككمبارس بسموهم كومبارس وين بيشو بالافلام يعني بالافلام هوليوود يعني ورا كومبارس صامت ماشي يعني مثل هلا مثل ديكور يعني انا حتى الكاميرا ما بشوفها اوف الكاميرا ما بشوفها يعني واقف ورا بعيد كنت روح اتعرف على عالم بيقبطوك شيء 200 دولار بالنهار اتعرف على عالم اكل احمل حالي والله شو علمتكم كل هالتجارب سامر وسمير هلا كنا نشكر الله كنا عايشين مرتاحين بسوريا وبعز يمكن ما كنا مقدرين النعمة كتير لأنه كنا صغار وطايشين بالضبط بعدين لما بلمحة تقريبا انت فقدت حياتك اللي كنت عايشتيها واضطرينا نعيش حياة جديدة ببلد جديد وعادات جديدة وتقاليد جديدة ولغة جديدة علمتنا كيف نصير يعني بتقول زلم قد حالنا رجال تقدري قيمة المصاري يعني قبل لما كنت أصرف المية دولار والبسيطة هلا لما بدي أصرف المية دولار حس شو يعني مية دولار اليوم أنتوا وين بلوس أنجلوس شو بتعملوا هلا عنا مطاعم مطاعم ما شاء الله نحن وبي بلشنا مطاعم بأمريكا أول بعد شي سنتين أخذنا دالي اشتغلنا فيه أنا وخيي لشي سنتين نعم. بالمطبخ نعمل سندويش لبين ما اشتغلت الدالي بعدين بعد الدالي أخذنا 3 مطاعم جنب بعض بعدين رجعنا فتحنا مطعم ثاني بعد المطاعم رحنا على هذا الشو تي في شو بالضبط لما طلعنا من الشو قررنا نعمل براند لنا بما انه الترافيك حيجري عنا تصير العالم تفوت تشتري ليه لانه نحن ديفرنت صحيح نحن بنشبه بعض ايدنتيكال بس سو ديفرنت بضل ديفرنت البراند اللي هي انتو اللي لابسينها اللي هي ديفرنت مكتوبه مع انكم تشبهوا بعض وانتو يعني تياب لليونيسكس شباب والصبايا بالضبط وفي عنا رساله صغيره حطيناها ورا على الكنزي اللي هي بتقول اول كلمه God willing اللي هي ان شاء الله ان شاء الله يعني اخذتها من العربي في حدا يبرم زنبيني اوكي هون. على من برا كيف نحن نقول ان شاء الله God willing ان شاء الله بعدين انا ويانا شغلي من امن فيها don't give up ايه لا تستسلم نعم. الحياه عملت فيك فبعملنا ما نعم. رح نستسلم بعدين you get what you work for even the greats were beginner once دائما كان في يعني بدايات يعني العظماء كانوا مبتدئين هيدا الرسالة اللي حبيته الليلة كمان تقولوها إنه لكل حدا يمكن عم بيشوفكم لكل شاب وصبية سورية أو عربية بالظروف اللي عم نعيشها القاسية جدا وهيك أفق مسدودة كلها قدامهم ما في شيء ما في أمل اللي بدنا نقوله نحن كشعب عربي سوري ولا لبناني ولا عراقي ولا أردني ولا حي الله شيء من وطن عربي نحن شعب طول عمرنا شعب بضاي يعني بقلب بلدنا قدرنا ننجز وبرات بلدنا ما قدرنا ننجز نحن شعب يعتمد عليه
نحن يعني على سبيل المثال بأمريكا ما في زلمة يعني ما في سوري أو لبناني بيطلع من سوريا أو لبنان إلا بعد كم سنة بيصير صاحب بزنس بيلمع وبينجح. يعني ما بتلاقي سوري تلتقوا بسوريين كتير ولبنانيين هنيك وكلهم قدروا يعملوا هيدا يعني حتى لو على السبيل عنده محل صغير هو صاحب البزنس شو ما كان البزنس بيضل هو صاحب الشيء. نعم ما عانيتم من العنصرية تجاه العربي؟ هلا ما عنصرية بس أول ما طلعنا على أمريكا كبداية لما نقول لما سألونا أنتم من وين قالوا من سوريا نعم. لما بلشت الحرب إسا ما يعرفوا شو سوريا قاعد اشرح له انه جنب لبنان معروفي قال له لبنان بقول له اي نو ليبنون قال له سوريا ما بيعرفوا سوريا بعدين لما صارت الحرب تزيد وتزيد تطلع سوريا عند القنوات على الاخبار اكثر سيعرفوا وين سوريا. تامر وسمير بصراحه لو ما كان عندكم مصاري قبل يعني فلوس وانتم من عائله مرتاحه ماديا هل كنتوا قدرتوا تنجحوا بأمريكا؟ هلا الانسان الناجح معه ولا ما معه بضل ناجح يعني بس ما بده شيء يبلش خميرة يطلع يبلش منه هلا بالنقطة اللي يعني في شباب وصبايا يعني يمكن بعض ورائهم ما خلصوها في معاناة كبيرة بس 100% لما بكون معي خميرة وتطلعي بتساعدك انك تعمل انجاز اسرع اما لما بدك تبلش من الصفر حياكل وقت اكثر بس اذا انت رايد انك تنجح وتعمل مشروع براسك تقدر تعمل مثلا اهالينا ما بلشوا من خميرة بالضبط اهالينا هني اسسوا حالهم. هل أمريكا هي أرض الأحلام؟ هلا بيقولوا أرض الأحلام هي أي أرض الأحلام ليش؟ إنه بلد أكبر بلد أوسع وإذا واحد عنده حلم أو عنده فكرة وفكرة ناجحة في كتير عالم تقدر تتبناكي وتأخذ الفكرة وتعمل تعمل أكبر شروع كتير كبير. دايما في تركيز على الإنسان وقدراته قد بيقدر يعطي قد في ناس تستوعب وتدعم شو الفرق بين الحياة بسوريا وبين الحياة بأمريكا؟ حياة بسوريا زيرو ستريس ما في ستريس ما في ضغط يعني فيك تكوني عم تعملي مليون بالنهار فيك تكوني عم تعملي مليون بالسنة بزيرو ستريس وبسوريا إذا مت الجوع يعني إذا ما كان عندك شغل وميت الجوع بآخر النهار تعرف ترجع في عندك فرش تنام عليه في سقف وعندك بيت ما في حدا بيموت الجوع لا ما في حدا بأمريكا العكس إذا ما بتشتغلي ما بتعملي مصاري بيناموا بالشوارع هذا الفرق يعني ما في مين يعني بأمريكا ما حدا ما بتفكروا ترجعوا ما بتحنوا ترجعوا هلا إذا سوريا بترجع 50% هلا أنا هيك بقول إن سوريا ترجع مثل قبل 100% صعب كتير نعم إذا سوريا بترجع 50% بس مثل قبل فورا بنترك أمريكا بتتركوا أمريكا وبترجعوا على سوريا إن شاء الله بترجعوا لشو بتحنوا ليه بدكم ترجعوا على سوريا عندك الصدق والحنية بين العالم ما أنا موجود برا يعني الطيبي العالم كيف لبعض بأمريكا ما أنا موجودة يعني حتى القرايب لقرايبه مستعد يتخلى عنك كرمال شغلة تاني النخوة الشهامة كلها ما أنا موجودة كل هاي دولة بحكم شغلكم بمجال المطاعم أكيد تلتقوا بنجوم عرب مين من النجوم بيجوا على المطاعم عندكم؟ في نجوم عرب وفي نجوم أجانب كتير تعرفنا عليها بأمريكا مثل مين؟ يعني مثل الفنانين المطربين يعني مثل رفينا أخونا وفي حبيب رفقاتنا أخواتنا بيت الديك بيت الديك عباس جعفر محمد تعرفنا عليه بونتا كانا عمو جورج والسوف محمد مجذوب عمو جورج؟ ليه عم بتقولوا عمو جورج؟ عمو جورج رفينا يعني مثل بينا الثاني عمو جورج لأنه هو رفقه مع البابا كتير أنا بعرف قدي بتحبوه لأبو ودي على سلطان الطرب وقدي هو بحبكم فهو حب يبعث لكم هيك رسالة صوتية لما عرف أنكم رح تكون تضيوفة بشو القصة فتفضلوا اسمعوا أسعد مساكم أول شيء بهنيك يا ربي على البرنامج الحلو إن شاء الله بالتوفيق يا رب وأهلا وسهلا بسامر وسمير سامر وسمير هالشبان حلوين اللي أنا كتير كنا لهم حبي بقلبي ومنفتخر فيهم نجحوا وشاطرين بحياتهم والله يوفقهم وبتمنى لهم التوفيق من قلبي أهلا وسهلا فيهم هون بلبنان بلدهم حبايب القلب أنت يا سامر ويا سمير إن شاء الله لا يحتاجوا للأمين شكرا لك أبو وديع الله يطول بعمرك سلطان الطرب صاحب الأخلاق الكبيرة مش بس التاريخ الفني العظيم بياك وابو شو بتقولوا له لابو وديع؟ لعمو جورج شو بتقولوا له؟
عمو مشتاقين لك كثير نحن، وان شاء الله قريبا رح نشوفك، رح نلتقي ببونتا كانا. ليه عمو جورج؟ ليه مش ابو وديع او جورج وسوف؟ لانه بس نعيط له عمو بنحس في احترام اكثر بمثابه بيه هو. نعم. اذا عيطت له ابو وديع صار مثل حاله مثل اي شخص. ما نعيط له عمو في احترام. عمو اشتقنا لك والله يخلي لنا اياك يا رب. ضل فوق راسنا يا رب. ويلا سون لح نشوفك. سامر وسمير يعني أنا تفاجأت لما عرفت أنه حتجوا من أمريكا من لوس أنجلوس خصيصاً على لبنان لتجوا تطلعوا ضيوف بشو القصة. ليه؟ شو بدكم تقولوا؟ أكيد عندكم رسالة، عندكم هدف. هلأ أول شغلي never give up. وصل رسالي never give up. لا تستسلم. و being مع الست رابعة على الشو تبع هاي it's شرف لنا بصراحه. شكرا شكرا. و يعني نكون بالميدل ايست عم نوجه هيك رساله للشباب والصبايا العرب، لانه بعمل كل اي تي اسو يعني يعني لا تستسلموا شو ما كانت الدنيا صعبه علينا وسكرت. احكيني سوري احكيني سوري احكيني شو ما كان الشعب العربي الشعب العربي شعب مناضل ومنقاتل. خليك لآخر داية عم بتقاتل وراء أحلامك، عم ترقد وراء أحلامك. بحياتك لا تيأس أو تستسلم. الشعب العربي يمكن إحنا أكثر شعب بيقع بطجات وبيطلع من طجات، بيقع بطجات وبيطلع بطجات، بيطلع بس أقوى، بيطلع أقوى وبنرجع واقفين على رجلينا. بدي أرجع أخذ منك جملة لأهل سوريا. شو بتقول؟ أهل سوريا أنا بحبكم كتير وبدي أكون ضلوا رافعين رأسنا ورافعين راس السوري كله وين ما منروح. بعرف انه احنا بجوز انظلمنا شوي، الدنيا يمكن تسكرت شوي بوجنا، بس الله بيفتحها علينا وين ما منروح. الله بوفقنا وبيرزقنا اذا الهمة موجودة. اكيد اكيد الله رح يوفق ويرزق اذا في شباب عندهم هيدا الهمة، عندهم هيدا الاصرار، هيدا التحدي، هيدا الحب للحياة. لا تستسلم، بالعكس اشتغل، آمن برب العالمين. هاي بدي كتير حبيتها. أنتوا قدامو أمنين سامر وسمير؟ نحنا يعني كل بني آدم بيآمن بالشغلي بالنهاية بينجح. نعم. يعني دائما خلي عندك إيمان بغض النظر شو هو الإيمان أنت بتآمن فيه، بس آمن بالشغلي. نعم. بعد 10 سنين وين راح تكونوا؟ أكيد نحنا كحلمنا كحيالله شاب إنه يكون عندك عائلة. لازم يوما مع انه نبني هالعيلة. من هون عشر سنين ان شاء الله ان شاء الله نكون رجعنا على سوريا طبعا باذن الله. رح تتزوجوا سوا؟ والله حلم واحدة من امنياتنا ان شاء الله نتجوز سوا. ان شاء الله كل احلامكم تتحقق. نورتونا بشو القصة، نورتوني شخصيا. ان شاء الله يعني هيك ترفعوا اكثر واكثر اسم بلدكم وعائلتكم، وانتم فعلا شباب بينشاف هالحال فيهم، شباب عربي بينشاف الحال فيه بالغرب. شكرا لكم. هيدي كانت قصة او جزء من قصة سامر وسمير عاقل، شباب سوريين مثل كتار من الشباب السوريين والعرب اللي لمعوا ونجحوا بالخارج، لكن بيبقى دايما في تعلق وفي ولاء وفي اخلاص لبلدهم الام سوريا. سلامات.